هلا والله فيكم حلقة جديدة من خمس أشياء، وراح نذكر لكم خمس اختصارات رهيبة في الألعاب. لكن قبل ما نبدأ لا تنسون اضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناة، والحين خلونا نبدأ. نبدأ بواحدة من أساطير عالم الألعاب، واللي ألعاب كثيرة بنوا عليها الأساسيات اللي وضعوها. لعبة سوبر ماريو برادرز على جهاز الفاميكوم أو النينتندو تورنمنت سيستم أو كمبيوتر العائلة زي ما كان معروف عندنا. اللعبة فيها 8 عوالم، ولازم تخلص عالم عالم عشان تقدر توصل للزعيم الأخير كوبا. لكن في طريقة وضعوها لك المطورين تخليك توصل للزعيم الأخير بسرعة. كل اللي تسوي أنك تقفز من فوق المكان اللي تشوفونه قدامكم، وراح تصل للأنابيب المرقمة، وكل رقم راح يمثل عالم. اختار العالم الرابع. بعدها في العالم الرابع راح تلقى طريق مختصر ثاني يوصلك للعالم السادس والسابع والثامن، وان طبعا اختار العالم الثامن، وبعدها راح توصل للعالم الاخير بسرعه. ماريو كارت 64. ماريو كارت صدرت على جهاز السوبر نينتندو في التسعينات، ووضعت الاسس لالعاب الكارت ونظام الباتل فيها، اللي الحين العاب كثير صاروا يتبعون نفس النظام. في الجزء اللي صدر على جهاز 64 كان في مرحله جدا صعبه اسمها رينبو رود، وفيها طريق مختصر يمكن كثير من الناس ما كانوا يعرفونه، وراح يختصر عليك مساحة كبيرة في المضمار وراح تضمن الفوز. كل اللي تسوي انك تقفز من المكان تشوفونه قدامكم، وراح توصل للجهة الثانية من المضمار، وشوفوا كيف المسافة اللي قطعها وغطى مساحة كبيرة في المضمار. Metal Gear Solid. سلسلة Metal Gear غنية عن التعريف، وبالذات الجزء الاول اللي صدر على جهاز البلاي ستيشن، وكان يعتبر مدخل لكثير من الناس في عالم Metal Gear، واللي وضع أسس ألعاب التجسس. الجزء الأول كان في مناطق مختلفة وكل واحدة لها اسم محدد، وفي اللعبة في صناديق مختلفة. طبعا المعروف عن سنيك انه يتخبى بالصندوق، بس هل كنت تعرف انك لو رحت على واحدة من سيارات النقل اللي موجودة في المكان وحطيت نفسك مع الصندوق فيها، راح تنقلك الى مكان نفس المكان المكتوب على الصندوق اللي انت استخدمته، وهذا يعتبر طريق مختصر للتنقل بين المناطق بشكل سريع. لعبة سوبر مترويد. سلسلة مترويد تعتبر من السلاسل العريقة في نينتندو، واللي بدأت من أول إصدار الجهاز نينتندو القديم، وهي اللي صنعت جنر جديد عرف بعدها باسم المترويدفانيا. وفكرته أنه يكون في خريطة كبيرة تفتح المناطق بالتدريج، وفي مناطق تكون مقفلة وما تقدر تفتحها إلا بعد ما تحصل على أداة جديدة أو قدرة جديدة تمكنك أنك تعدل العقبة اللي تكون فيها. وأكبر مثال على هذا هي سلاح السوبر بومب، وتعتبر سلاح قوي جدا وتأخذه بعدين في اللعبة، لكن تقدر تستخدم طريق مختصر انك توصله بسرعه في بدايه اللعبه. كذلك تسوي انك تتسلق المنطقه الضيقه اللي تشوفونها قدامكم باستخدام القفزات على الجدار، وبعدين تطلق طلقه على الحجر اللي فوق، وبعدها راح تدخل في غرفه فيها وحوش صعبين، عديها وراح توصل للقنبله في الاخير. جراند ثيفت اوتو 3. سلسله جراند ثيفت اوتو هي سلسله قديمه من ايام بلاي ستيشن الاول في التسعينات، وكانت من منظور افقي ورسوم بسيطه. فكرتها انك تسوي مهمات في لعبه يكون فيها شبه عالم مفتوح، وتقدر تسرق السيارات في اي مكان فيها. ولما زالت لعبه جراند ثيفت اوتو 3 على جهاز بلاي ستيشن 2 كانت سابقه وقتها، وسببت ضجه كبيره جدا في عالم الالعاب، وابتكرت ووضعت الاسس في العاب شبه العالم المفتوح او ما يعرف به الساند بوكس. طبعا قدمت رسوم مذهله وطريقه لعب فريده من نوعها، وكانت اللعبة في مدينة كبيرة جدا فيها منطقة اسمها جزيرة ستاتون، ويفصلها جسر كبير مكسور، واللي عشان تقدر تروح للجزيرة هذه في القسم الثاني من اللعبة بعد ما تقدم في القصة. لكن الفانز طلعوا طرق متنوعة انك توصل الجزيرة هذه، بانك مثلا تعدي من الجسر في اطرافه، او اهم طريقة انك تستخدم طريقة تشغيل الكود الغش واللي تخلي السيارة تحلق وتقدر بعدين تسوقها باعلى سرعة وتحلق من فوق الجسر وتوصل المنطقة الثانية. هذه كانت 5 ألعاب فيها طرق مختصر رهيبة. قولوا لنا في التعليقات هل تعرفون ألعاب ثانية ما ذكرناها. كان معكم بعد الشيحة، يعطيكم العافية، مع السلامة.